أريد عمل تصحيح سريع للفيديو المتعلق بحالات الأكسدة. الفيديو الثاني لقد قمت بعمل خطأ وربما شوشتكم قليلا، كنت قد كتبت بيروكسيد الهيدروجين لأنه كان واحد من الحالات الخاصة، حيث حالة الأكسدة للأكسجين ليس من الضروري، هي ناقص اثنان. إذا بيروكسيد الهيدروجين هو اثنان هيدروجين واثنان أكسجين، وصيغته البنائية تبدو هكذا: الأكسجينات مرتبطة مع بعضها البعض، وكل واحد مرتبط مع الهيدروجين. ونعلم أن الأكسجين هو كهروسلبي ويحتكر الإلكترونات، وقلت هذا في ذلك الفيديو. وبسبب احتكاره للإلكترون، الهيدروجين يخسر إلكترونه للأكسجين. نعم، أو على الأقل من وجهة نظر حالة الأكسدة. إذا كل واحد لديه حالة أكسدة هي زائد واحد، وهذا ما ذكرته في ذلك الفيديو. ومن ثم تابعت عندها وكان ذهني مشوشا، وهذا شيء جيد بالنسبة لكم لإدراكه كيف يمكن أن تخطئوا أحيانا إذا لم تكونوا حذرين في أعمالكم. قلت في الفيديو السابق من الواضح أن الأكسجين يحصل على إلكترون، ومن ثم قلت أن حالة الأكسدة هي زائد واحد، وهو ليس منطقيا أكيد. إذا حصل على إلكترون هذا سيقلل حالة الأكسدة له بالتأكيد، سيقلل الشحنة الافتراضية. إذا حالة الأكسدة هي ناقص واحد لكل من هذه الأكسجينات، وبالتأكيد هذه حالة خاصة لأنها تقليديا الأكسجين في الحالة التي يظهر بها دائما في الماء عندما يأخذ إلكترونين، واحد من هذا الهيدروجين وواحد من هذا الهيدروجين، في العادة له حالة أكسدة هي ناقص اثنان. وبالطبع في هذه الحالة حالة الأكسدة هي زائد واحد وزائد واحد الهيدروجينات، وهذا الخطأ اكتشفته وأنا أراجع الفيديوهات والتعليقات الرائعة منكم. لكن أريد أن أكون واضح معكم، الأكسجين لا يوجد حالة أكسدة له تساوي زائد واحد في بيروكسيد الهيدروجين، هي ناقص واحد. وقد قلت حصل على إلكترونات، لكن يبدو أن دماغي سمع كلمة خسر، لذا وضعت إشارة هنا، إشارة زائد هنا. لا، هو حصل على إلكترون، وهذا يجعل حالة الأكسدة هنا ناقص واحد في بيروكسيد الهيدروجين. إذا بيروكسيد الهيدروجين لديه ذرتي هيدروجين مع رقم تأكسد موجب واحد لكل منها، وذرتي أكسجين مع رقم تأكسد سالب واحد لكل منها، واحد ضرب اثنان ناقص واحد ضرب اثنان يساوي صفر. حسنا، هذا هو.